مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي مصر جميله. زي ما عودناكم بيكون معانا فقرات مختلفه ومتنوعه في مجالات مختلفه بتهم فئه كبيره من الناس، والنهارده هيكون معانا فقرتين اساسيتين، لكن زي ما عودناكم دايما بيكون معانا مجموعه من الاخبار في بدايه حلقتنا. اول خبر معانا انشاء مرصد اقتصادي بالذكاء الاصطناعي. أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أنه في إطار مبادرة سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية وجعل المقررات الدراسية ذات صلة وطيدة مع ما يحدث في الواقع الخارجي، أعلن أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بصدد إنشاء مرصد اقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي. ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب. بتحل اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير المتميز جدا عاطف الطيب اللي قدم أفلام واقعية من الشارع المصري. انطلقت مسيرته مع بداية فترة السبعينيات كمساعد مخرج، وتولى بعد كده مهمة إخراج مساعد مخرج أول فيلم سنة 1982، ده كان أول فيلم أخرجه عاطف الطيب، وهو فيلم سواق الأتوبيس اللي تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، والفيلم ده كان بطولة الفنان نور الشريف والفنانة ميرفت أمين. كمان المخرج الكبير عاطف الطيب أخرج العديد من الأفلام المصرية زي ملف في الأداب وكتيبة الأعدام وناجي العلي ودماء على الأسفلت وليلة ساخنة وكمان فيلم الدنيا على جناح يمامة. كمان النهاردة الذكرى 13 لرحيل القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع آخر جيل عمالقة القراء. النهاردة الذكرى الخاصة بيه آخر جيل عمالقة قارئ القرآن الكريم الشيخ أبو العنين، ويناشد حفيده بإطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها القادمة، وذلك تخليدا لذكراه وإكراما لمحبيه من كل أنحاء العالم. الفقرات اللي هتكون موجودة معانا النهاردة، أول فقرة هتكون بعنوان مصر الحضارة والتاريخ، والحقيقة أن الفقرة دي هنتكلم فيها عن مكان مهم جدا ومميز جدا، وهو المتحف المصري الكبير. الحقيقة أنه هو تجربة فريدة جدا جدا، وخصوصا أنه دلوقتي بقى في رحلة عبر الزمن للزائرين إلى أكثر من 3500 سنة مضت. هنعرف تفصيل أكتر عن الجملة دي. والمتحف بيعتبر واحد من أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة، وتم إنشاؤه عشان يكون صرح حضاري وثقافي وترفيهي عالمي متكامل، ويكون الوجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم كأكبر متحف في العالم بيحكي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة. هنتكلم أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن المتحف المصري الكبير من دكتور مجدي شاكر، هيكون ضيف فقرتنا الأولى، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. في فقرتنا الثانية هنتكلم كمان عن أهمية الحفاظ على التراث الشعبي والموروثات الشعبية القديمة، والفقرة هتكون بعنوان تراثنا حياتنا. والحقيقة أن التراث الشعبي هو ذاكرة الوطن وهويته، بيتكون طبعا من عادات الناس وتقاليدهم وكل حاجة الناس بتعبر عنها آرائهم وأفكارهم، كمان اللي بيتنقلوها جيل بعد جيل، وهو استمرار كمان للفلكلور الشعبي. في الفقرة دي هيكون معانا دكتور إيمان محمود عيسى، باحث ورئيس قسم العادات والمعتقدات بمركز دراسات الفنون الشعبية. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع مرة تانية نستقبل ضيف فقرتنا الأولى في مصر الجميلة. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنرحب بضيف فقرتنا الاولى. منورنا النهارده في الاستوديو دكتور مجدي شاكر، كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. اهلا بحضرتك كل معانا. كل حضرتك كل سنه وانت طيب الاول. وحضرتك طيب وبخير وبالف خير. النهارده احنا بنتكلم عن المتحف المصري الكبير، واحنا بشكل عام في برنامجنا بنهتم جدا بقطاع السياحه ومجال السياحه بشكل عام، وكل مره في حلقاتنا بنسبوت كده وبنلقي الضوء على مكان معين من الاماكن السياحيه اللي موجوده عندنا في مصر. وطبعا
المتحف المصري الكبير تم يعني نقله في مكان كبير ومميز، وتم نقل كل المقتنيات اللي كانت موجوده في المتحف المصري بالاساس اللي كان موجود في التحرير. فالنهارده عايزين نتكلم قد ايه الدوله بتبذل مجهود كبير جدا عشان توصل بالمتحف المصري الكبير للعالميه، مش بس الزوار هنا في مصر اللي يقدروا يزوروه. هرجع لحضرتك سنه 2002 الفكره بتاعت هذا المتحف بدات، وننسب الفضل لاهله السيد فاروق حسني ربنا يديله الصحه. كان عرض على الرئيس الاسبق السيد حسني مبارك وقال له ان انا بحلم ان يكون هناك متحف من اكبر متاحف العالم، ليس من حيث المساحه ولكن من حيث المساحه وما المضمون. ولكن هذا الحلم اتاخر كثيرا لغايه 2017 لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمه مهمه جدا، اعاد الروح لهذا المشروع اللي كان للاسف توقف نتيجه احداث يناير وبعض الاحداث، وقال كلمه مهمه جدا ان سيكون هذا المتحف هو هديه مصر للعالم. ما بحبش اقول المتحف زماننا، ليه؟ لان احنا مش قدام متحف، احنا قدام اكبر صرح حضاري في العالم كله. يعني دلوقتي انا وحضرتك بنفتخر واحفادنا بيقولوا ان احنا اجدادنا سابوا لنا الهرم الاكبر وهو احد معجزات العالم القديم. ان شاء الله ربنا يدي الناس اللي موجوده طول العمر وسيكون اجل يعني بعد 1000 سنه اعتقد ان هيقولوا ان اجدادنا سابوا لنا المتحف المصري الكبير. ليه؟ لان احنا قدام اكبر متحف من العالم في العالم كله حتى الان. عندنا 117 فدان، عندنا كمان قاعات عرض اكبر متحف من حيث المساحه، عندنا 500,000 متر مربع قاعه العرض، قاعه هتبقى مهمه جدا. عندنا متحف مش متحف بس تقليدي، احنا عندنا متحف لعرض الاثار، عندنا متحف للطفل، عندنا متحف لذوي الاحتياجات الخاصه، عندنا متحف للمراكب او المركبيه الملك خوفو، وبالتالي احنا عندنا متحف بيضم عده جهات مهمه، مش بس المتحف استاذ منا، عندنا اكبر معامل، عندنا 19 معمل ترميم لكل انواع المواد، واحد للبرد واحد للمومياوات ولكل انواع، وبالتالي عندنا مهم جدا. مش بس كده، احنا عندنا كمان اكبر مكتبات، عندنا مكتبه من الكتب وعندنا مكتبات للكتب النادره وعندنا للترميمات، عندنا كمان حتى الحدائق، عندنا 5 حدائق، عندنا حديقه مصر وعندنا حديقه ترفيهيه وعندنا حديقه للاطفال وعندنا حديقه المعبد، هنشوف المعروضات او النباتات اللي كانت في مصر القديمه. فبالتالي احنا مش بس لا تقتصر على ذلك، عندنا كمان مطاعم بكل يعني بكل اشكالها، عندنا قاعه مؤتمرات وهيبقى في داخلها سينما 3D وهتبقى فيها مسرح كمان، وبالتالي احنا قدام مؤسسه. لذلك هو تصنيف المتحف قاله هو اكبر صرح حضاري ثقافي اقتصادي فني، يعني هو زي ما اتقال عليه ان هو مجموعه، يعني هو مش متحف واحد، هو اكنه مجموعه متاحف جوه بعض. بالظبط، هو بالظبط زي ما حضرتك اشرتي، لان احنا قدام اولا متحف للاثار بتبتدي من العصر اليوناني لغايه او بتبتدي من العصر عصور ما قبل التاريخ لغايه العصر اليوناني وستوب. عندنا متحف للطفل، انت عارفه حضرتك الطفل محتاج حاجه مالتي ميديا ومحتاج تماثيل عشان يلمسها، فهنعمل له كوبي من التماثيل ويقدر يتفاعل معاها. فكره كويسه جدا انه نهتم معاكي اطفال، لو انت دخلتهم على الاثار العاديه هيحصل بقى نوتاتش ومشاكل، لا هنوديهم المتحف يلعبوا في الصلصال ويتفرجوا على الافلام وعندهم شاشات تاتش سكرين يقدروا يتفاعلوا معاها. طب ذوي الاحتياجات الخاصه معمول لهم متحف قاعه برضو خاصه بيهم بيقدروا يحس يلمس ويتحرك ويشوف. عندنا معهد كمان للحرف، عندنا 5 قاعات، الناس اللي عايز تتدرب على صناعه البردي وعمل البردي وعلى بعض الحرف اليدويه عندنا هذا الموضوع، الناس اللي عايزه تقرا وتطلع بيعمل اي دراسه عندنا قاعه لهذا الموضوع، الناس اللي عايزه افلام تاريخيه عندنا سينما 3D هتبقى مهمة جدا جدا. وبالتالي احنا قدام متحف غير تقليدي، وبالتالي احنا قدام متحف مش بس اللي احنا بننتظره، كل العالم بينتظر هذا المتحف. وقبل ما اجي لحضرتك احنا عندنا معرض ان شاء الله هيقام خلال الشهر الجاي في الصين في دولة الصين. تخيلي حضرتك لسه الشهر الجاي اتحجز كام بقى؟ 200,000 تذكرة. 200,000 هو لسه قدامك شهر. فبالتالي المعرض بيخص ايه او بيتكلم هو هيتعمل هو العنوان بتاعه قمه الهرم، قمه الهرم واخدين حوالي 798 يعني 87 قطعه هيشملهم كل انواع التاريخ المصري. وبالتالي انت عارف حضرتك دوله الصين دوله كبيره ومهمه طبعا. فهذا المعرض الغرض منه هو الترويج للساحه المصريه والافتتاح المتحف المصري، لان هذا المتحف يعني يكفي فخرا ان هو مش متحف تقليدي، يعني مش الموظفين اللي فيه مش رئيس مثلا مدير وموظفين، لا ده هو له مجلس امناء. يعني مجلس امناء السيد رئيس الجمهوريه هو رئيس مجلس الامناء، بيضم امراء من السعوديه من اليابان من اليونسكو، يعني له زي بتقول مجلس اداره. هذا المجلس ما هو كل شويه يجتمع ويبقى في خطط لهذا الموضوع. المتحف ده مش بس قاصر على العرض الاثار، احنا عندنا كمان جنبه مطار سفنكس هيبقى رائع جدا، جوه المتحف هيبقى عندنا فندق
هيبقى حوالي 300 غرفه، بحيث انت عارف اعتقد كده ان المتحف هيبقى يعني مش محتاج يوم واحد بس للزياره، مش هقدر اغطي يوم واحد للزياره. ما هو يوم واحد مش هيقدر يغطيه، محتاج كده كذا يوم علشان نقدر ان احنا نتفرج على كل حاجه. هو اولا الشركه لما تيجي تنظم البرنامج عاملين نوعين من الزياره، الزياره السريعه والزياره المتعمقه. يعني انا كضيف اقول له والله، هيقول لي انت عايز زياره سريعه ولا زياره متعمقه؟ ايه الفرق بين السريعه والمتعمقه؟ احنا عشان نزور المتحف بكل تفاصيله، احنا عندنا قاعه عرض توت عنخ الملك، قاعه الملك توت لوحدها هيتعرض فيها 3000 بالظبط 5398 قطعه. القاعه بتاعه توت 7000 متر مربع، زيها زي المتحف المصري الموجود في التحرير. يعني حضرتك المتحف المصري اللي فيه 100000 قطعه، عندنا بس قاعه واحده، قاعه واحده بس اكنها متحف. وبعدين عندنا قاعه عرض رئيسيه 18000 متر مربع، وعندنا قاعات عرض خمس قاعات للعرض المتغير، بحيث ان كل شويه يتغير القطع بتاعتها. وبالتالي عشان تزوري عدد القطع اللي موجوده في المتحف هيتعرض حوالي 56000، وفي 50000 جاهزين يتغيروا. طب انا عشان 56000 قطعه دول يحتاج ايه؟ قال انا محتاج لو وقفت، قدروها كده، قال لو وقفت قدام قطعه 3 دقائق فقط انا محتاج 3 ايام بدون اكل ولا شرب ولا اخش حمام ولا اعمل اي حاجه. طب انا بقى راجل عندي ساعتين بالظبط، انا عندي ساعتين ثلاثه وعندي برنامج وما عنديش وقت، هيبقى في زياره اسمها زياره سريعه، بحيث تشوفي اهم القطع اللي هي موجوده. يعني انا دلوقتي لما نيجي من طريق، لان الافتتاح بتاعه ان شاء الله هيبقى من طريق مصر اسكندريه الصحراوي، اول ما اخش هلاقي ما يسمى يعني بهو كبير جدا عندي، اللي هي قاعه المسله المعلقه، ودي اول مره في الدنيا كلها. يعني اول مره حضرتك تخش تحت المسله وتشوف الخرطوش بتاع الملك رمسيس الثاني. فالقاعه بالظبط الفناء ده حوالي 27000 متر مربع. بعد كده عندنا واجهه، الواجهه دي كلها مثلثات وموجود فيها اسماء خراطيش بكل الملوك. الواجهه دي ارتفاعها حوالي 45 متر والطول بتاعها 600 متر. وبعدين هنخش بعد كده للقاعة الرئيسية، القاعة الرئيسية عند الملك رمسيس الثاني اللي هو التمثال الضخم اللي كان موجود في ميدان باب الحديد، وفي خمس قطع أخرى. وبعدين هنوصل لما يسمى بالدرج العظيم، الدرج العظيم دي معروض عليه حوالي 61 قطعة. ثم نصل للشباك، مهم جدا، النافذة دي بتورينا الأهرامات، لأن المفروض في الخطة الموجودة إن يبقى في ممشى ما بين الأهرامات وما بين المتحف، ما بين المتحف والممشى يبقى في منطقة تجارية، يعني في برندات وأكل وشرب و بحيث إن المتحف مش مجرد زياره الاثر، لان هيبقى فيه مبيعات، بحيث ان 24 ساعه المتحف ده يبقى مشغال. واكيد حضرتك بتتابع فيه ايفنتات لبعض الشركات الخاصه وبعض الناس بتروح تعمل ايفنتات في داخل المتحف. يعني المتحف حاليا هو شغال بس تجريبي زي بيقولوا، انما هو شغال كل يوم في يعني في ايفنتات. شفت زيارات لناس كتير من المشاهير او طبعًا البلوجرز بالرغم ان هو بيزور فعلا القاعات، لا هو بيزور فقط من الخارج بالظبط، البهو العظيم والدرج العظيم وفناء المسله، هم دول اللي متاحين، ومناطق الزياره، وبالتالي دول كل دول متاحين. حتى فكره كمان حتى موقف الباركنج بتاع السيارات معمول حساب حوالي 13000 سياره، يعني حتى معمول حساب المستقبل. وبالتالي احنا قدام متحف غير تقليدي، متحف مهم جدا مجهز بكل شيء، هيبقى جنبه مطار، هيبقى جنبه الاهرامات طبعا، ودي منطقه مهمه جدا. فبالتالي حتى كمان الفيو اللي حواليه، حتى لو حضرتك تلاحظ ان كل فتره السيد محافظ الجيزه يعمل ما يسمى بالهويه البصريه، لو حضرتك مشيت على الطريق الدائري دلوقتي كل العماير بدأوا يوضعوا عليها التالية صور الملوك والملكات المصرية، بحيث يبقى انت داخلة مكان عندك استعداد، دي هوية بصرية بالظبط، بحيث يبقى في تجهيز نفسي ان انت داخلة تزوري، مش يعني حاجة كل الناس ان شاء الله هتتكلم. طيب استكمالا لكلام حضرتك، ان حضرتك اتكلمت ان في حاجات جوه 3D وشاشات 3D، عايزين نتكلم اكتر عن اهم استخدام اساليب وتقنيات العرض المتحفي جوه المتحف. كل قطعة استاذة منا معمول لها اسلوب عرض متحفي، لان ده علم جديد. يعني حضرتك الجزء بتاع توت، دايما بحب توت لان توت هو النجم، لان زي ما بنروح متحف الحضاره النجم هو المومياوات، قاعه المومياوات هي النجم، تمام. فعندنا النجم هو توت. التوت معمول له بطريقه رائعه جدا، توت له اثار في حياه الدنيا. يعني عندنا السكارف بتاعه، عندنا الجلافز بتاعه، عندنا الملابس الداخليه بتاعته، كل ما علاقه بالعالم الدنيا، الحاجات اللي كان بياكلها، عندنا دوم وعندنا بلح وعندنا زهور، طب دي حاجات دنيا، وفي حاجات خاصه بالعالم الاخر. فهم قاسمين القاعه لجزئين، بحيث ان حضرتك وانت داخله هيبقى في هيليوجرام وتوت، زي ما دلوقتي في معرض تفاعلي للملك توت، بحيث ان هو بيصور الملك توت وهو صغير بيقابل الزوار، هو اللي بيتحدث، بحيث نعمل نوع من الجذب. اش بقى زي زمان القاعه وتشوفي فاترينا وفيها التمثال وتتفرجي، لكن دلوقتي الحاجه اكنها لايف، يعني بالظبط ده لايف. وكمان في حاجه مهمه، انت عايزه تتصوري مع القطعه، انت يعني بطريقه محدده بتتصوري وبتكتبي الايميل بتاعك وهو يبعت لك الصوره على الايميل، عايزه تكتبي اسمك بالهيروغليفي بتدخلي الاسم بالانجليزي وبرضه يبعتوا لك على ايه؟ على الايميل. دي من ضمن جميل جميل جدا. احنا هنطلع دلوقتي نشوف المعرض التفاعلي للملك توت عنخ امون ونرجع مره ثانيه.
لسه مكملين كلامنا عن المتحف المصري الكبير مع دكتور مجدي شاكر. وزي ما شفنا في التقرير اللي شفناه دلوقتي المعرض التفاعلي لتوت عنخ آمون، عايزين نتكلم اكتر عن التقرير اللي احنا شفناه دلوقتي والمعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون. تعرف حضرتك الشباب دلوقتي يعني لازم كل شيء يعني يبقى موجود في الدوله لازم يتواكب مع الشباب. ده حقيقي. شفنا نموذج ده في متحف الحضاره دلوقتي، في متحف الحضاره حضرتك موجود قدام كل قطعه في تاتش سكرين، بحيث ان وانا عايز اعرف معلومه عن طريق التاتش سكرين بيقدر يعمل الموضوع، حتى القطعه كمان بيقول لي طلعت منين وازاي، ولو كان عندي صور قديمه بعرضها لي. طب انا ما عنديش وقت لكل ده، انا يعني هقعد دقيقه واحده، ممكن اخد كيو ار، وممكن عن طريق كيو ار بيديني معلومات بالظبط، اخد معلومات عن كل حاجه دي. تمام. فبالتالي دلوقتي لازم بيواكب الموضوع، فالاضاءه بتبقى مختلفه، الهيليوجرام والليزر بقى شهادة الليزر بقى دلوقتي في هيليوجرام موجود، عنصر تمثيلي يعني في المعرض ده حضرتك بتبقى قاعدة وبتبقى 360 درجة بتشوف الملك توت وهو ظاهر وبتكلم عن تاريخه، بتكلم عن أثاره، بتكلم عن حضارته وساعة إيه اللي حصلت على الاكتشافات، بيحكي لك حكاية. فالغرض ما يسمى باسمه سيناريو العرض المتحفي، بقى فيه دلوقتي ما بقاش زي زمان، كان زمان تخش الليبل تلاقي يقول لك القطعه حجمها طولها، والله ابدا انا عايز الطفل ده او عايز الشاب ده ابهره، يعني اما اقول له ايه طول القطعه وعرضها هو استفاد ايه، لكن اما انا اقول له ظروف مثلا هي طلعت ازاي وايه ظروفها ايه اهم المعلومات اللي فيها، اعتقد الموضوع هيبقى جذاب بالنسبه له اكتر. الهدف من المتحف، ناس بتعتقد ان مصر يعني المتحف ده فقط احنا عايزينه عشان هو المتحف المصري والتذاكر بس، لا الهدف ان احنا نحول القاهره زي ما قال السيد وزير السياحه والاثار ان تكون القاهره منتج ثقافي. يعني ايه؟ شركات السياحه استاذه منى كانت تيجي القاهره تاخدها في يومين، ازاي؟ زوروا الهرم، الحاجات المعروفه وكلها شارع المعز، القلعه، روحت خلاص. انا ما فيش حاجه اقدر اديها للشركه او للسائح يقدر يزور. لا دلوقتي الدوله بتجهز 8 مسارات او 8 مزارات للسائح، ايه بحيث ان هو ايه يقعد في المتحف المصري يوم، وبعدين عندنا الهرم، وبعدين هنا دي سقاره، وبعدين هنا دي دهشور، وبعدين يدخل جوه القاهره بقى عندنا شارع المعز، وعندنا شارع الاشراف، عندنا القلعه دلوقتي بيحصل فيها مشروع اكتر من رائع، القلعه بدل ما تبقى نص ساعه لا ممكن نمعن يوم. فالدوله دلوقتي بتجهز مجموعه من المزارات بحيث ان السائح يقعد في داخل القاهره ما بين 12 يوم و15 يوم، ازاي؟ عن طريق ان انت توفري له مزارات سياحيه مش كلها اثار، يبقى تراث واماكن اثريه و و و، وبحيث ان السائح يقدر يقعد في هذه القاره. فانا بيعتبر ان هذا المتحف هو راس الحربه بحيث ان تتحول القاهره اللي هي القاهره والجيزه كقاهره كبرى ان تتحول لمنتج ثقافي خاص بها، ودي حاجه مهمه جدا جدا لان القاهره كانت بتفتقد لهذا الموضوع. يعني السائح يومين ويمشي، لا انا عايزها تبقى زي الاقصر زي اسوان يقعد فيها اربعه يقعد كذا يوم. ده هيجي ازاي بقى؟ عن طريق ان انا اوفر له اكتر من مزار واوفر له اكتر من طريقه، وفي نفس الوقت ان انا اقدم المعروضات بتاعتي بطريقه حديثه بحيث اعمل له عمليه جذب. يعني حضرتك لما تروح عند متحف الحضاره السائح لما بيطلع بيلاقي قدامه بحيره عين السير، شجر وميه، فبجذبه. دلوقتي في مخطط يتعمل مع حواليها مجموعه من المطاعم والحاجات الاكلات السريعه بحيث برضه يبقى انا برضه هخليه يقضي يوم مش مجرد يعني يروح ساعه ساعتين ويمشي بالظبط. فدلوقتي السائح لما يطلع هياكل هيشرب تذكره اذا كانت مثلا ب $5، هو ممكن لما ياكل ويشرب ويشتري سوفونير ممكن يدفع 20 و30 و40، وبالتالي انا بدي له فرصه في هذا الموضوع. فانا شايف ان المتحف المصري الكبير، لان ناس كتير جدا انت عارفه دايما عواجيز الفرح يقول لك ايه ده احنا لو حسبنا هو هيتكلف حوالي مليار و200 مليون، وده رقم ضخم. هو منحه من جايكا من اليابان ومقدماه يعني انت تقصد الناس بتقعد تحسبها يعني بيحسبوها. ده احنا قدامنا 20 سنه يا عم، ما تبصش على تذكره المتحف، بص على اللي حوالين. لان المتحف احنا قلنا حواليه منطقه حواليه حاجات ثانيه، في سينما وفي منطقه هيبقى فيها استفاده وفيها عائد مادي برضه بالظبط. فالناس دي لما يقعدوا وفي فندق كمان، فكل ده هيخدم على وبالتالي طيب. احنا قدام حاجه مهمه. طيب لو هنتكلم دكتور مجدي عن التوثيق الرقمي، قد ايه مهم ان يبقى في توثيق رقمي للمقتنيات الاثريه وتامينها والمحافظه عليها؟ اقول لحضرتك ان المتحف المصري الكبير ومتاحفنا عموما، احنا عندنا دلوقتي عندنا حوالي 41 متحف، مش كتير، احنا كنا نتمنى يبقى اكتر ان شاء الله. لكن دلوقتي بقت كلها بقى في توثيق رقمي، والتوثيق يعني مهم جدا جدا باحدث الوسائل العلميه، بحيث دلوقتي بقى كل اثر له بصمه. يعني بصمه خاصه بيه بتتحط في مكان معين او بتتصور مكان معين، بحيث البصمه دي بتتحط في خزنه وبتتحط في اكتر من مكان، بحيث ان هذا الاثر اذا حصل له، لان يمكن شفت حضرتك في احداث يناير دخلوا المتحف المصري في التحرير وخدوا منه قطع. فاحنا دلوقتي بقت في وسائل حديثه بحيث ان هذا الاثر استطيع ان انا اتتبعه في حاله خروجه او في حاله اي تاثره، وبالتالي الدوله مهتميه مش بس المتاحف، لا ده كمان المخازن المتحفيه. احنا عندنا في المخازن عندنا مخازن كتير جدا جدا، فبرضه
موجود فيها توثيق رقمي، حتى المقابر والمعابد برضه دلوقتي داخل فيها ما يسمى بالتوثيق الرقمي. وانا اشرف ان انا اشتغلت 23 سنه في مركز اسمه مركز تسجيل الاثار المصريه، كنا بنعمل توثيق على اعلى مستوى بالكاميرا وبالكمبيوتر وبكل الوسائل وبالهندسه طبعا بكل الوسائل، ويبقى عندي اكتر من دوكيومنتيشن بحيث لو حصل لهذا المكان او المكان الاثري او القطعه اي شيء اقدر استطيع ان انا اتتبعه. يعني دلوقتي حضرتك يعني اي حد يطلب يقول لي مثلا رقم القطعه 3520، استطيع ان انا اقول له هذه القطعه موجوده فين؟ في مخزن او في متحف؟ اترممت ولا لا؟ ايه ظروفها؟ ايه الامراض اللي جات لها وانا عالجتها ازاي؟ بحيث اللي يجي بعدي مش زي زمان بقى نبتدي من اول السطر، لا ده اللي يجي بعدي يستطيع ان هو يعمل سي في لهذه القطعه، سواء سي في من ناحيه المعالجه او من ناحيه اي تطور حصل عليها، جت منين؟ راحت فين؟ اي تطور القطعه استطيع ان انا اعرفه عن طريق هذه الداتا اللي هي مكتوبه. كلام جميل جدا. هنستكمل كلامنا مع حضرتك، هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع مره ثانيه. لسه مع حضراتكم مكملين حلقتنا. دكتور مجدي، عايزه اسال حضرتك قد ايه الترويج والتسويق الدولي على وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي باهميه الوعي الاثري ومقتنياتنا الاثريه بقى مهم؟ طب ما تيجي نتكلم عن الداخل، لان احنا داخلين على المتحف، فعايزين الداخل وبعدين الخارج. دعوه من خلال برنامج حضرتك لكل المصريين، ارجوك ارجوك ارجوك. واحنا دلوقتي للاسف السوشيال ميديا دلوقتي مهمه جدا. احنا يعني استاذه منا بنحارب في يعني الحروب الجيل الخامس والسادس والسابع هي الهويه، ففي ناس بتلعب على الهويه كتير جدا جدا. وشفت حضرتك كل شويه يقولوا لنا اللي بنوا الحضاره المصريه الدوله اللي ما تتسمى، لما عجزت ان هي تجد دليل بدات تقول لك الفضائيين وقوم عاد، ودلوقتي داخلين في ما يسمى في الافروسنتريك. لازم نبقى مدركينها، لان الاسبوع اللي فات كلام وحتى كلام الان الفتره الاخيره يعني الكلام يبقى عندي مجال اكتر. لذلك بقول الوعي الداخلي هو اللي يؤثر الخارجي. ليه؟ لان انا لما يكون مقتنع في الداخل هقدر لما الاقي رد، لان للاسف لقيت الناس بترد على الناس دي بطريقه بعدم فهم. انا عايزك ارجوك ردود غير واعيه بالظبط، رد غير واعي او انا اسف بيكون مش مؤدب. فانا عايزك ارجوك لما ترد يكون رد بادب ويكون رد علمي، وارجوك لما تقرا داتا عن تاريخك اقراها من حد معتمد، لان للاسف في بعض الناس في الداخل بيدوا معلومات للاسف بيدوز السم برضه في العسل. وفي ناس فكره ايه يا عم وانت بتقول لي ايه، ما احنا افرقه يا عم، والله ما قلت حاجه انا يعني، لانه جه بيحاربنا من بني جنسنا، لانه لما هو جه يدور في سينا عشان يدور على تاريخه والله ما لقى. اما بدعوا بعتوا ناس من اول بتري وناس كتير جدا يدوروا في ارضنا ما لقوهمش التاريخ، فلقوا الكلام غير منطقي. قال لك طب اللي بنوكم جم الفضا، طب وبعد ما جم الفضا؟ قال لك برضه ما نفعش. قال لك قوم عاد، وبعد قوم عاد راحوا فين؟ فهم لما لقوش كده قال لك نجيب لكم ناس بقى من شكلكم زيكم ويبداهم. فبالتالي بدأوا بالظبط يلعبوا في فكره الهويه. فانا والله على عيني وعلى راسي، احنا مصر طول عمرها وحتى الان احنا موجود عندنا 15 مليون مش مصري، ولكن زي ما دايما بيقول الرئيس هم ضيوفنا. فمصر طول عمرها مسماهم الدنيا ليها استاذه منا، لانها طول عمرها ربنا بيوسعها وبيديها خير عشان ايه؟ كل الناس ياكلوا منها. فبالتالي بقول لحضرتك في الداخل لازم احنا ترويجنا يكون في الداخل. ترويجنا ازاي في الداخل؟ لازم نكون نقرا تاريخنا صح ونفهم صح، وما نيجي نرد رد ردود صريح. انما بره يا فندم والله العظيم نفسي حضرتك واكيد حاجه سافرتي اول بتقولي ايام فروم ايجيبت بيغمض عينيه. ليه؟ لان مصر بالنسبه لاي حد في العالم مع مع يعني مع عدم التشبيه ومع الفارق زي ما تقولي كده، انا راحه مثلا القدس او راحه مكه. ليه؟ لان منتهى امل المسيح او المسلم انه يعمل حج هنا وهنا. فبرضه منتهى اي حد في العالم ان يزور هذا البلد. هم قاريين تاريخ كويس جدا وحافظينه ودارسينه ومناهج الدراسه من كيجي. مصر دي اسئله. ليه؟ اما تتكلم عن اول فلاح في العالم هو الفلاح المصري، اول طبيب في العالم هو الطبيب المصري، اول فيلسوف في العالم هو المصري، وما زلنا حتى الان. وبالتالي هو انت حضرتك محتاجه بقى السوشيال ميديا بتاعتك تبقى متواجبه مع العصر. ودي الوقت وزاره السياحه والاثار عامله خطه مهمه جدا للترويج السياحي. بدات تشتري بعض يعني من المحطات المهمه وفي المطارات بحيث تعمل دعايه للمتحف المصري. المعارض الخارجيه